مساء الخير مشاهدينا وحياكم الله في برنامج الراي عشر لا في حلقتنا اليوم وبداية أسبوع أتمنى تكون كانت مرت بسلام دائما يوم الاحد يكون مختلف وبدايه كلها طاقه ان شاء الله لكم قبل استعراض حلقاتنا اليوم وقبل ان نتكلم عن ضيوفنا وش اللي راح نقدمه لكم يعني يجب ان نتوقف عند هذه اللحظه تحديدا ونقدم الشكر لكل من سال عن زميلنا راشد الهلفي وصحته بهذه الفتره طبعا الزميل راشد الان يقوم بفحوصات طبيه دعواتكم يا اهل الكويت بهذه اللحظات اكيد جدا مهمه نسال الله تعالى الشفاء العاجل والفحوصات تكون سليمة لزميلنا الدكتور راشد الهلفي وبالمقابل نشكر كل من سأل عنا أو كل من أكيد دعالة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو السؤال عنا أو الاتصال ونتمنى إن شاء الله يرجع لنا أكيد قريب بهذا الاستوديو ليرجع يرجع لي يعني ليقدم من طاقة ومكان أكيد مبين لكن إن شاء الله بيرجع وهو بصحته وعافيته يا رب كل شكر لكم أكيد اليوم حلقتنا آه راح نتكلم فيها عن مواضيع مختلفه ودائما بكل حلقه فقراتنا متنوعه ولكن بنفس الوقت آه نحاكي المجتمع بابرز المواضيع اللي بدا الكل يتكلم عنها او يتساءل عنها، اليوم من ابرز آه خلينا نقول المواضيع الناس ناطره موضوع المخيمات، الجو بدا يتعدل لكن بسبب ظروف معينه موضوع المخيمات يمكن تاجل شوي، الناس بدات تتساءل متى التاريخ اللي راح يتم الاعلان عنه، اليوم تم الاعلان بشكل رسمي بان تقدرون تخيمون فاكيد الكل ناطر دائما موسم الشتاء عندنا ما يحلى الا بالمخيمات وبالكشتات ويمعه الاهل او الاصدقاء ب خلينا نقول بالمخيم او او بكشته معينه نشوف الكل يتفنن بهذا الموسم، لذلك من, من اليوم تقدرون تخيمون بشكل رسمي وخلينا نشوف معاكم هذا التقرير نرجع بعدها. النفسية والجو روعة والمشاعر حية والغيب غطت ديرها السحريه وجادت لك الابيات يا مغنيها حب البراد زانة النفسيه اكيد مشاهدينا بعد هذا الفيديو اللي شفناه معاكم والاجواء الجميله اللي من خلالها عرضنا لكم اياها في آه هذا الفيديو لابد ان احنا نتطرق للحاله آه الجويه والارصاد الجويه تحديدا لذلك راح يكون معنا خبير الارصاد الجويه الاستاذ عبد العزيز القراوي حياك الله استاذ الله يحييكم وحياكم الله عليكم بالخير استاذ المشاهدين بالخير الله يسلمك في البداية نبي نتكلم عن الأجواء الجميلة راح تكون مستقرة بالفترة القادمة مع المخيمات والكشتات ولا ممكن في أمطار ممكن الأيام القادمة راح نلاحظها والله إن شاء الله إحنا توقعات مبدئية حق دراسة الخرائط <applause> اليوم ناقشنا طبعا آخر تحديث حق الخرائط الجوية إن شاء الله متوقع اليوم أو يعني خلال الساعات القادمة فرص امطار متفرقه على بعض مناطق الكويت ان شاء الله راح تكون امطار خفيفه لمتوسطه على بعض المناطق تستمر ويانا الى الساعات الاولى من الصباح <متحدث> يوم الغد. <متحدث> الاجواء بشكل عام خلال هذا الاسبوع اجواء ان شاء الله راح تكون في معظم اوقاتها اجواء غائمه يعني اجواء راح نحس انها اجواء شتويه درجات الحراره راح تكون معتدله الى بارده <متحدث> شوي بالنهار خاصه على المناطق الصحراويه يكون فيها بروده شوي اما المناطق الساحليه والمناطق السكنيه تكون يكون في اعتدال في درجات الحراره راح تكون اجواء غائمه عطله نهايه الاسبوع هذا ان شاء الله ايضا راح تستمر الاجواء الجميله ويانا ان شاء الله هناك ايضا فرص اخري لامطار خفيفه متفرقه يوم الخميس الجاي مع درجات حراره معتدله يعني بشكل عام الاجواء مناسبه جدا أه. للانشطه الخارجيه مخيمات الكشتات وكذلك ايضا جميع الانشطه الخارجيه اذا الاجواء مطمئنه الفتره القادمه لكن احنا شفنا اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي البعض يتداول بأنه ممكن يكون في برد قارص جدا امطار رعديه بشكل كثيف هذه الامور كلها مجرد يعني اشاعات ماكو شيء دقيق الى الان شفتوا انتم من خلال دراستكم او من خلال البحوث اللي قدمتوها بان الاجواء مطمئنه 100% أي إن شاء الله لا يعني فرص أمطار غزيرة ما في توقعات في فرص أمطار غزيرة هناك فرص معتدلة لأمطار إن شاء الله معتدلة خلال الست ساعات القادمة قد تتشكل بعض السحب الرعدية على بعض المناطق ولكن أمطار طبيعية جدا أمطار شتوية دائما الأنظمة الجوية في فصل الشتاء تكون معتدلة بعكس الأنظمة الجوية التي تأتي في الفترات الانتقالية مثل ما شهدت البلاد في صحيح. شهر نوفمبر الماضي وكذلك م. وقت السرايات في شهر ثلاثه واربعه. الانظمه الجويه دائما تكون امطار متوسطه في معظم حالاتها وامطار معتدله ان شاء الله. ان شاء الله، استاذ عبد العزيز البعض بدا يتداول في تويتر تحديدا بأن في يعني الفتره القادمه برق ورعد بطريقه قويه يعني ما ما هي عاديه او ما راح تمر بشكل عادي، راح يكون اليوم تحديدا. تكون او تشكل بعض السحب الرعديه متوقع خلال يعني خلينا نقول الست ساعات الجايه ولكن امطار او سحب رعديه طبيعيه يعني احنا اذا بعض الناس تهول فيها تقول يعني مثل الامطار اللي شهدناها في شهر نوفمبر لا طبعا لان هذه طبيعه هذه السحب وطبيعه السحب الركاميه هي بالاساس هي عواصف حراريه تعتمد على ارتفاع او فروق درجات الحراره الكبير ايضا نسبه الرطوبه <applause> العاليه الان مثل ما لاحظنا الجو بارد صحيح. يعني هذه السحابه تفتقر الى عنصر من عناصر الطقس اللي ساعد <applause> على تكونها ولكن في فرص تكون السحب الرعديه موجود وايضا متوقع ان تكون في بعض السحب بردي فيها ولكن مو عنيفة مثل ما يتخيلها البعض او مثل ما يعني بعد ممتاز هي فرص سحب رعدية طبيعيه ان شاء الله ان شاء الله خبير الارصاد الجويه الاستاذ عبد العزيز القراوي كل شكر لك لمشاركتك معنا هذه المعلومات في من خلال الهاتف ونتمنى ان شاء الله مثل ما ذكرت الاجواء تكون مطمئنه بالفتره القادمه ونستمتع بهذا الجو بالمخيم او بالكشتات. ننتقل الى خبر ثاني خبر يشعرنا اكيد بالفخر والانجاز والابداع من الطاقات الشبابيه الكويتيه فما بالكم اذا كان انجاز عسكري كويتي اليوم اكيد نفخر بالقفزه العسكريه العالميه لأدخلة الكويت موسوعه جنس برقم مميز وبرقم مختلف من خلال ارتفاع 13 ألف قدم وهم يحملون علم الكويت الكل بدأ يتكلم عن هذا الإنجاز من خلال ثلاث ضباط من الجيش الكويتي أكيد إحنا فخورين فيكم وهذا الإنجاز لابد أن الكل يتناقل بوسائل التواصل الاجتماعي وأيضا, وأيضا عفوا بوسائل الأعلام التقليدية لذلك نشوف معكم هذا الفيديو ونرجع من بعدها للامانه انجاز يرفع الراس لذلك راح يكون معنا من خلال الهاتف المشاركين بهذا الانجاز المقدم ركن فهد اليعقوب ضابط في الجيش الكويتي حياك الله. السلام عليكم الله يحييك. عليكم السلام، في البدايه نبي نتكلم عن هذا الانجاز وشلون فكرتوا بهذه الفكره؟ اول شيء امسي عليكم بالخير وعلى المشاهدين جميعا. الفكره جت بعمل مشترك بيني وبين اخواني ضباط المقدم بحري مه. مهندس سالم الميل والرائد ناصر الصباح كن كانت عندنا فكره تراودنا ان نبي نحقق انجاز نبي نرفع علم الكويت محفل يمكن الفتره مه. السابقه يمكن افتقرت الشغله هذه الا بشغلات بسيطه مه. فحبينا ان نكثف أه الجهد والعمل على انه يكون في انجاز والحمد لله يعني من فكره لفكره من فكره لفكره وطلع فيها المقدم سالم الميل فكره يعني وتابعها ومشى فيها ما شاء الله عليه يعني والحمد لله تعاوننا فيها وكل كل من يعني في في جهد معين واختصاص معين يعني مثل ما تقول عمل فريق جمع. كامل صحيح الحمد لله وطوعنا بالشكل اللي انتم شفتوه اللي صراحه يعني اقل شيء نقدر نقدمه حق الكويت اكيد واحنا نفتخر فيكم لكن اكيد الفتره السابقه لهذا الانجاز كان في فتره اعداد وتدريبات عشان توصلوا لهذه المرحله بهذه الدقه وتتاكدون من دخولكم لموسوعه قنس نتكلم عن هذه الجزئيه اي أه في البدايه م. طبعا احنا بلشنا التدريبات و طبعا تعنينا وسافرنا مم. عشان نقدر نتدرب ونقدر آه نتدرج حتى بالاعلام يعني بلشنا مم. بعلم ربع العلم اللي دخلناه الموسوعه ورفعناه ورفعناه للنص وبعدين دخلنا العلم الكبير طبعا حاشتنا مشاكل كبيره مم. بالعلم الصغير اصغر واحد حاشتنا مشاكل كبيره مم. وداركناها الحمد لله عدلنا اللي هو نظام الفتح نفسه مم. والمسك والطوي فصار عندنا اكثر من شغله الحمد لله تداركناها وتجاوزناها بالعلم الوسط مم. وعلى طول طلعنا على عدد كبير من اول محاوله الحمد لله اللي شفتوها الحمد لله وين كان التدريب؟ التدريب كان في قطر في مركز كاي دايف قطر اللي اوجه لهم تحيه من خلالكم ومشكورين لانه وفروا كل السبل وسخروا كل الامكانيات. تمام اسال الله يوفقكم يا رب المقدم ركن فهد اليعقوب وتاكد دائما بان احنا فخورين بهذا النوع من الانجازات وفخورين اكيد باخواننا العسكريين والجيش الكويتي بكل ما ما يقدمه لصالح هذا الوطن ويحافظ على امن وامان المواطن والمقيم على هذه الارض الطيبه قواكم الله هذه الانجازات فعلا ترفع الراس مشاهدينا واحنا مستمرين معاكم ومع ضيوفنا لكن بعد هذا الفاصل وكنا موضوع آه هذه الفقره أنا من أقول لكم أنه يحتاج إلى حلقات نتناقش بهذا الموضوع لكن راح نكون حريصين بهذا الفقرة نحاول كثر ما نقدر نجاوب أو نسأل ضيفنا ويجاوب علينا بكثير من التساؤلات اللي تفكرون فيها كولي أمر أو كشباب وبنات مستخدمين للتكنولوجيا لذلك التجسس والتنمر الإلكتروني أحد أكبر الأمور ممكن تسبب خطر للمجتمع أو الفرد أو الأسرة لذلك راح يكون معنا ضيفنا المهندس قصي الشطي مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حياك الله الله يحييكم وشاكر لكم على استضافتكم الكريمه الله يسلم قبل لا اكيد نبدا بتساؤلاتنا وحوارنا نشوف معك هذا الفيديو نرجع من بعده القصي الشطي بعد هذا الفيديو اللي شفناه نبي اليوم نتعرف على مفهوم التجسس الالكتروني والتنمر اللي حاصل طبعا هما مفهومين مختلفين التجسس الالكتروني اني اخترق محيطك المعيشي او حياتك الخاصه او محيطك الاسري عبر الوسائل الالكترونيه بدون ما ان تدرك ذلك سواء بالتعامل المباشر وياك او بالتعامل الغير مباشر آه يعني راح نوضحها اكثر آه لما اوهمك اني انا شخص آه غير ما انا فعليا على بالواقع وتدريجيا تكشف لي بعض الجوانب حياتك بدون لا تدرك ذلك من خلال معلومات او من خلال اسئله او من خلال استدراجك الى امور بطريقه غير مباشره لكن اكتشف فيها جو جوانب اخرى، صحيح. هذا نسميه التجسس مم. الالكتروني الالتروني. او التلصص مم. او التسمع فهمتني؟ التنمر الالكتروني اني استخدم الوسائل الالكترونيه مم. في آه آه يعني ابتزاز آه آه التأثير سلبيا عليك آه على مجرى حياتك اليومية أما مثلا بإطلاق آه آه نوع من الأخبار الغير صحيحة أو أني أبرز جوانب سلبية فيك أو أن أطلق عليك صفات أو أن أنشرها الابتزاز يكون بالتنمر الإلكتروني ولا؟ لا الابتزاز شيء آخر. شيء آخر لا شيء آخر <applause> التنمر هو اني مثلا آه آه أطلق أطلق يعني يعني. احاول اني ابرز الجوانب السلبيه مم. في حياتك او مو اقول ابرز الجوانب السلبيه آه مثلا آه صفه معينه مم. انشرها بين اقرانك صوره في وضع مثلا مضحك او في وضع مثلا قد يكون غير مناسب نشرتها بين المحيط يقلل من شان هذا الشخص اللي يقلل بالضبط يعني وبالتالي تخلق نوع من الاثر السلبي عليك في مجرى حياتك اليوميه. طبعا التجسس والتنمر الالكتروني مم. هو احد السلوكيات الاجتماعيه الحديثه مم. اللي ظهرت مع التكنولوجيا يعتبر احد الظواهر السلبيه اليوم في مجال التكنولوجيا طبعا يعني التكنولوجيا. يعني ال ال التكنولوجيا الحديثه اي شيء جديد في حياتنا تكنولوجيا او غيرها مم. تظهر معها انماط سلبيه انماط في حياتنا بعضها ايجابي بعضها سلبي مم. او ساعات الاستخدام يكون له جانب ايجابي ومثل ما يكون له جانب ايجابي يكون له جانب سلبي, سلبي. بعض السلوكيات الاجتماعيه ظهرت مع التطور التكنولوجي, صحيح. التطور التكنولوجي صحيح. وانتشارها ودخولها في مجرى حياتنا اليوميه. فظهرت سلوكيات او ظواهر اجتماعيه بعضها ايجابي، بعضها سلبي. البعض السلبي هذا اصبح ملموس <applause> واصبح ظاهره نستشعرها <applause> آه بشكل واضح آه واصبحت تؤثر على حياه النش صحيح. او الاجيال <applause> او المراهقين او <applause> الاطفال وتؤثر في النهاية يكون لها انعكاس سلبي على المحيط الأسري مم. أو المحيط اللي يعيش فيه الطفل أو المراهق أو النشء آه بالتالي آه راح يكون له أثر سلبي ليس فقط على محيط الأسرة بل أيضاً على محيط الاجتماعي قد يكون له أثر في جوانب أخرى في حياته أو في سنوات مينة. لاحقة صحيح. من حياته وبالتالي الشيء الجميل هذا الموهوب اللي بالمكان يطلع منه شيء مفيد تأثر سلبياً مم. ببعض الأمور نتيجه مم. هذه السلوكيات آه وبالتالي خسرنا خلينا نقول ثروه آه بيدنا. تمام يعني هذا عفوا بس هذا الجانب النظري اللي احنا لابد ان نوضحه للمشاهد لكن ابي انتقل معاك الى الواقع اللي احنا اليوم قاعد نلتمسه من وسائل التواصل الاجتماعي من البعض. الموضوع جدا سهل، اكونت او حساب وهمي ومن خلال تنمر وتجسس وامور كثيره اصبح بسهوله وقاعد نشوف هذه الحالات بازدياد. ما هي وسائل التواصل الاجتماعي م. بقدر بقدر ما هي التعامل الالكتروني المباشر م. بوسائل التواصل الاجتماعي ب... ممكن لا لا ب... يعني اليوم مو وسائل يتعرفين. مثل تويتر او انستغرام او غيرها بل بوسائل مثل الواتساب الواتساب او الالعاب الالكترونيه او غيرها اللي فيها ممكن تواصل مباشر بالضبط هي هي يعني خلنا أعطيك بعض الأرقام في بعض الأرقام في الولايات المتحدة الأمريكية تضع موضوع التنمر الإلكتروني بين يعني في إحدى الدراسات اللي سواها معهد البي اي دبليو -E قال أن وثلاثين من الـ الـ الآباء م. أقروا بأن أبنائهم الاطفال او المراهقين تعرضوا الى حالات من التنمر الالكتروني بعض هذه الدراسات تضع الرقم في مستوى 60% وبالتالي التنمر مثلا اطلق صفه سلبيه تخليني محل سخريه او استهزاء ما بين اقراني صحيح. صح هذه تاثر علي مم. هذه تستمر وياي طوال فتره دراستي او سنوات قادمه مم. قد لا تكون لطيفه فهمتني يعني مو مثلنا احنا لما نتكلم في السابق نقول طلعنا علوقه على, على فلان وعلوقه ومشت ويانا وكبرنا وياها وناخذها بطريقه لا هي أسوأ من كذي هي مم. تؤثر يعني يصير لها انعكاس نفسي مم. قد تؤثر على تحصيل الدراسي قد تؤثر على علاقاتها مع الجميع صحيح. آه لما نتكلم نتكلم عن يعني مثلا بعض الالعاب الالكترونيه عندما يكون يعتقد الطفل او المراهق انه هو قاعد يتعامل مع مراهق او طفل في سنه ولكن الواقع ان من هو خلف ذلك هو شخص خطر هدفه ليس الطفل كثر ما الوصول الى محيط اسرته لاما تحقيق فائده شخصيه مثل الحصول على بيانات شخصيه يقدر شلون محيط اسرته يعني خلينا شوي نوضحها اكثر أوكي. يعني اليوم من خلال لعبه معينه طفل او مراهق قاعد يتواصل مع شخص معين هذا الشخص لا. ممكن يكون بعض الحالات اللي صارت وهذه مهم تفضل انه يعني تدرك يدركها محيط الاسره مم. اولا خلني خلين بس اكد على شغله تفضل الوسائل الالكترونيه الهواتف الذكية الأجهزة اللوحيه شيء جميل والإنترنت شيء جميل والاستخدام الأكبر والشائع والأعظم هو استخدام إيجابي وممتاز وسليم ومفيد لكن هناك شيء محدود من التعامل السلبي اللي يجب أن احنا ننتبه له لأن من تكرر حدوثه اصبح ظاهره تؤثر على محيط الاسره، فهالشيء المحدود هذا ما يمنعنا من الشيء الكبير الممتاز المفيد هذا لكن يجب ان احنا ننتبه له عشان ما يتوسع ويكبر وينتشر. الان شو يصير مثلا في بعض الالعاب الالكترونيه خاصه اللي فيها لعب مع أه انه يلعب مع مع شخص مجهول مع شخص اخر او هو يعتقد هو في سنه اول شيء يستدرجك بحيث ان العب وياك أه ومع هالجيم في نوع من الشات ان التواصل صحيح صح ابتدي اتحاور وياك أه بديت اكسب ثقتك اخذنا مم. على بعض أه بديت بنينا نوع من العلاقه مم. المستمره مم. او المستقره مم. بديت اكسب ثقتك أه مثلا في بعض الجيمز اللي تحتاج فاوتشرز او شيء لا انا اعطيتك من اللي عندي صحيح. هذا كله استدراج مم. او انه يضيفه كصديق دائم في اللعبه مثلا يضيف كل الطرق اللي ممكن استدراج الى ان أنا. اكسب ثقتك صحيح. ابتدي فجاه اتحول الى اسئله شخصيه مم. وينكم ساكنين؟ عدد افراد الاسره، كم اخو عندك؟ كم اخت عندك؟ الوالد الوالده <applause> لا آه، 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 الله كأنه بيتكم حلو بدا يقول لك صور لي <applause> حط لي هذا توصل لهذه المرحله هذا تصل الى بعدين والله صور لي البيت صور لي افراد البيت أفراد صور لي الاهل الموجودين يعني يعني يعني. مثلا الام والاخت في وضع مرتاح في البيت مه. تم تصويرها فجاه فابني وبدون قصد لكن شيء مو سهل آه ثم استخدم هذا الشيء كوسيله ضغط عليك مه. اما اللي أطلب منك امور تنفذها تنفذها او ان أه ندخل في مرحلة الابتزاز خلينا نقول أه هذا فيما يتعلق ب أه التجسس الالكتروني ابي اوقف يعني عندها بس لا قبل ننتقل الى الموضوع الاخر احنا تكلمنا عن شيء خطير جدا اليوم اللي قاعد يطالعنا من خلال هذه الشاشه الكل بدا يتساءل كل عيالهم انا احنا نقولها بالاغلب عيالنا كلهم يلعبون تقريبا هذه الالعاب حاليا فيها تواصل مباشر مع مم. الاشخاص فاليوم احنا بنقول ان هذا شيء محدود احنا اليوم احنا لازم نعرف انه بس الكل قاعد يلعب هذه الالعاب فهل إيه؟ في ارقام اليوم او في ظاهره في ظاهره معينه انت تقدر تقولها لنا ان اليوم في عندنا حالات مثل ما انت ذكرت ان توصل لهذه المرحله من التجسس أن صور لي البيت، صور لي اهلك، صور لي ما ايش، الامور هذه كلها، يعني وصلنا الى هذه المرحلة او صور اليوم. لي نفسك او صور لي نفسك مثلا صحيح فهمتني؟ اي هذه السلوكيات مم. قائمة مم. الحين ما اقدر اقول لك ان يعني ما عندي ارقام يعني لا بتدرس لكن موجودة دايق دايق لكن موجودة الحين ما راح اقول لك هي موجودة في محيطنا لكن هي موجود في دول كثيرة اللي الوسا استخدام الوسائل الرقمية فيها او الالكترونية مرتفع جدا. الأثر في هذا الموضوع او يعني تقول لي اوكي يعني شلون نستشعر هالشيء؟ استشعار هالشيء مو اني اكون على راس الطفل او اكون على راس الابن او اربع شيء فوق راسه لكن ساعات تقول شو تقول وعي معقول يقيك من مشكله اكبر فهمتني مثل ما يقولون بالصحه درهم وقايه خير من قنطار علاج اه وعي معقول أشوفها من بعيد أه انتبه لمن يتحدث له تكون علاقتي مفتوحه معاه بحيث ها من تستشعر وادبها من يبتدي كذا وكذا وكذا تعال خبرني فهمتني؟ ننتقل للألعاب الالعاب المناسبه وهذه مهمه مو كل اللي هو يبي ممكن والله تعال فهمتني؟ آه هذه كلها أمور ممكن تكون توعوية بحيث أنه ما يقع هذا الطفل بالخطأ وأنت قاعد تراقبه عن بعد بدون ما يستشعر صحيح وإحنا راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع وكيفية معالجة هذا الموضوع قبل أن نقع في الخطر لكن نطلع معاكم مع مشاهدينا هذا الفاصل وراجعين مشاهدين الموضوع ابدا مو سهل كل ما نتعمق في زياده اللي احنا قاعد نكتشف ان اليوم فعلا لابد ان احنا نوعي عيالنا بطريقه مختلفه عن السابق يعني اليوم كنا المهندس قصي الشطي قاعد نتكلم كنا بالفاصل بان الموضوع اختلف في ايضا التوعيه اليوم قبل كان يقولوا لك مثلا اذا حد برا كلمك بالشارع لا ترد عليه اذا قال لك اركب معي السياره واخر ما اعرف ايش اليوم اختلف الموضوع طبعا يعني اليوم المفروض ايضا انبه الابن، مم. الابنه، الولد، الطفل، النشء وانت قاعد تلعب وقاعد تحتك باقرانك الالكترونيين اللي انت ما تشوفهم اللي يشوفهم بس صوره قدامك او افاتار على قولتهم ساعات مم. متى ما يطلع الحديث عن خارج اللعبه او شيء تعال حاجني مم. نبهني خلي القناه مفتوحه وياه او اذا هو ما تحكي او اذا هي ما تكلمت اليوم انا اسال فاش لعب شو اللي صار اه 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 تفتح اش مع حوار بخير غلبت انغلبت ايش كثر كم نقطه حققت اه من سولفت وياه ايش سولفتوا فيه او من الاحظ تغير في السلوك اه. فهمتني؟ اه. ساعات اذا تعرض الى موقف سلبي يصير في تغير بالسلوك ينعزل شوي أه تغير طبايعه أه احاول استكشف هل هذا كان بسبب مم. الجوانب الالكترونيه مم. في حياته صح؟ أه العب وياه اكون حواليه يتعود ان انا حواليه بدون ما يتضايق فهمتني؟ لان احنا دائما شو نقول؟ نقول دائما الوسائل الايجابيه اللينة ممكن خلالها توصل لها تاثير صحيح. اقوى أو أو إلى ان يبني هو الرقابه مهم. الذاتيه صحيح فهمتني؟ يعني دائما الاطفال او المراهقين آآ آآ يبنون رقابتهم الذاتيه مهم. من خلال سلوكهم ببقى. خطوره هذا الجانب الان مهم. التنمر او التجسس انه أولا الـ 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 قد تعزل مه. الأبن أو الأبنة أو الطفل أو النش عن المحيط الأسري صح. اللي حيشه هو بينكم بس مو بينكم فهمتني صحيح أه بالتالي تؤثر على الإنسان هذا مه. اللي هو كائن اجتماعي بطبعه مه. وصار منعزل صحيح طيب يعني على هذه الجزئية اليوم مثل ما ذكرت ممكن يكون هو في البيت لكن منعزل بالغرفة والسبب أنه أبي ألعب لعبتي والأمر أكيد هو مشارك بهذا الشيء لكن أو شريك بهذا الشيء بطريقة غير مباشرة يمكن تسألني شلون لأن أنت قاعد تأخذ من إيده وتروح وتشتري له هذه الألعاب شنو الألعاب اللي أنت ممكن تشتريها وتأثر عليه بغزو فكري مختلف عن اللي أنت تتمناه لابنك نشوف مع بعض هذا الفيديو ونرجع مسدسات قتل انتحار دم عيالنا قاعد يلعبون هذه الالعاب وبشكل يومي شنو التوابع او شنو اللي ممكن ياثر على عيالنا من خلال هذه الالعاب ولا احنا قاعد نبالغ اليوم قاعد نتكلم هذا الموضوع الحين الكلام في نوع من المبالغه لكن خلينا نقول هذه الالعاب ما هي العاب صحيه مم. ما هي العاب يعني مفيده خلنا اعطيك الفرق تفضل الان لما لعبه الكترونيه معينه هي حرب <applause> آه تستخدم فيها طيارة ضد طيارة <applause> سفينة ضد سفينة <applause> أو كأنها هجوم على أرض معينة وجدامك مثلا جيش وبجيش آه آه واحد يحاول تغلب على الثاني هني في أنت تتكلم عن دبابة ودبابة طيارة وطيارة سفينة أو سفينة هذه مو عنف كثر ما هي تسليح لكن لما تصير اللعبه والله انت بدش مبنى لان في مجرمين وبصير اطلاق على نار عليك وانت بترمي هني اختلفت الوضع، اختلف الوضع اللي شفناه بالفيديو المثل مم. او الحين الالعاب صارت عصابه بعصابه صحيح <applause> فهمتني؟ يلعبون مع بعضكم صح فهمتني؟ آه مجموعه ومجموعه فهمتني؟ آه اه هني اختلفت لان مم. الان متى ما صار فرد بفرد وانت ترمي وتقتل و و و غير لما مثلا سفينه جبال سفينه وباخره جبال باخره او طياره جبال طياره او مدفع قدام مدفع او دبابه قدام دبابه اذا اذا الموضوع ما هو مبالغه في حال احنا قاعد نتكلم عن هذا النوع من الالعاب اللي راح ياثر على عيالنا طيب الغزو الفكري شو ممكن يكون اليوم انه يتجه الى عمل ارهابي يتجه الى الى, إلى, 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 إلى انواع الاسلحه طبعا هو, هو في استقطاب الى سلوكيات م. او في استقطاب لامور قد تكون سلبيه م. معظم الاستقطاب اللي تم لمراهقين او اطفال مو بالضروره تم فقط عن طريق وسائل التواصل م. الاجتماعي تم ايضا او عن طريق مواقع خلينا نقول الجهاديه او غيرها، تم ايضا عن طريق العاب مثل هذه عندما استدرج م. تدريجيا المراهق او يعني آه مثلا آه تشوف في شخص م. يحاول يكون في سنك اكتشف أن عمرك تسع سنين او عشر سنين فجاه انقطع عنك لانه هو يدور فئه ال 15 16 عشان يستقطب يستقطبهم صح؟ صحيح فهذا مو واحد في نفس السن، هذا واحد عارف ايش قاعد يسوي، فهمتني؟ الغزو الفكري طبعا وهذا العتب علينا ككل ان هذه الالعاب او الالكترونيه جتنا من برا وجت بناء على ثقافات او اوضاع في مجتمعات او أخرى. دول اخرى صحيح. فهمتني؟ يعني مثل الالعاب اللي تقول لك ان انت مثلا تمثل الشرطه وستقضي على عصابه لا سمح الله مخدرات او عصابه تهريب وكذا فهمتني وهي تمثل وضع في مجتمعات اخرى صحيح فهمتني هذا الغزو ان, إن كأنك سهلت انفتاحها على ثقافة مم. سلبية أكثر ما سهلت انفتاحها على ثقافة على إيجابية أو إيجابية يعني مثلًا لو الألعاب الإلكترونية الرياضية مم. هي أظن هي لها جمهور واسع من طيب. الأطفال وخير لا أخلي يلعب هذه أفضل أكثر أو وجهها أكثر عليها أخرى. فهمتني مم. بدال ما ثقافة النار وال واطلاق النار وثقافه العنف هذه فهمتني؟ صحيح احببها بافكار ببعض الالعاب الالكترونيه اللي فعلا لها فكر تحتاج الى مستوى من الذكاء لحل او للوصول فهمتني؟ تنمي بعض القدرات الذهنيه. وتجيكها الى 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 جهه اخرى ممكن تساهم بان يعني عمليه لكن بطريقه مناسبه. يعني لكن البعض اليوم ممكن يقول اليوم بالنهايه ترى كلها لعبه ويعني قاعد يلعبون وما شفنا عليهم اي تغير وكانهم موجودين و وما فيهم اي شيء ما فيهم اي مشكله، هل الموضوع ممكن يحتاج الى وقت اكثر يعني؟ المشكله مو في اللعبه. مم المشكله هي هي كل القصه لما صارت هالالعاب تفاعليه وصرت انا العب مع ناس اونلاين صح؟ يعني اعطيك مثال في سنين مضت احنا اليوم عندنا تلعب لعبه كوت بو او هند تلعب مع ناس الكترونيك صح؟ انت مس انت مستمتع وهو مستمتع لها لعبه ورق صح صح؟ لكن لما من وراء هاللعبه احتك بشخص يبتدي يسالني عن خصوصياتي او يحاول يستدرجني الى وضع معين فهمتني؟ آه لا هني تبقى هني تاتي الموضوع تبدي مشاكل التجسس اه ها هني تبتدي فهمتني؟ هذا مو الدارج، هذا مو الغالب لكن لهتني. هذا لكن هذا, هذا شيء موجود احنا أن نوعي بالضبط المشاهد اليوم ومتى ما حصل راح يكون اثره سيء ومؤثر على محيط الاسره او غيرها ممتاز طيب فهمني طيب اليوم احنا تكلمنا معك عن موضوع الجانب التوعوي ممكن يساهم بحل هذا الموضوع طيب مجال او او جانب التشريعات والقانون هل فعلا احنا اليوم بحاجه لهذه التشريعات او قوانين تجرم هذه الالعاب او تجرم امور معينه ممكن من خلالها نقلص كثر ما نقدر هذه النسبه اللي احنا قاعد نتكلم عنها. التشريعات وسيله لكن التشريعات ليست يعني وقد تمثل رادع فهمتني؟ لكن ما هي بقوه لما اغرس يعني في بذره الوعي فهمتني؟ التشريعات لما ما راح تفيدك الا لما يعني وقع الاثر ووقع الضرر تبي تاخذ حقك من الطرف, الطرف الاخر صحيح صح <applause> لكن واقع الحال الطفل صار ضحيه فهمتني <applause> آه لكن التشريعات رادع مم. اليوم في قوانين اليوم بالكويت يعني احنا بعد ما اصدرنا جرائم تقنيه المعلومات يمكن في قبل اقل من شهر مضى آه النائب العام آه في دوله الكويت اصدر لائحه بيضع ضوابط لظهور آه الاطفال في آه منصات التواصل صحيح. الاجتماعي صحيح. هذا نوع من التشريعات مم. اللي يحد من هذه مم. آه الظاهره وشكرا يعني ونشكر مم. الحقيقه مم. القضاء الكويتي ومثلا بالنائب العام باتخاذ مثل هذه الاجراءات لان لا شك ان هذه تقلل من خلينا نقول تعرض الاطفال الى سلوكيات او محيطات اكبر من سنهم وفي مثل هذه الحاله قد يكون عليها اثر سلبي في حياتهم او ممارستهم لحياتهم او انشطتهم اليوميه. لكن الاهم من ذلك كله الوعي مم القرب مم القرب من منهم الاطلاع ما نقول كانك قاعد تراقبه فوق راسه لكن قاعد تشوفه قاعد تدمج نفسك في مم مم المجال او العالم اللي هو فيه اللي هو فيه بالتالي الى ان يبني هو الوعي الذاتي وتبت يبتدي يقيم الخطوره يصير بس يعني. يعني تكون ممارسته مسؤولة أكثر وأكثر. بهذه الطريقة ممكن احنا نحاول كثر ما نقدر نوعي هذا بضبط. الطفل، اليوم في في مثلاً ألعاب معينة تم منعها بالكويت، يعني في أمور معينة تم منعها، رصدها، التوعية عنها، يعني في كثير من الأمور قاعد نشوف بعض وسائل التواصل الاجتماعي يعلن عنها بأن في أمور غير مناسبة للطفل بشكل واضح. فهل في متابعه بهذه المواضيع القصد؟ اعتقد وزاره الاعلام اللي هي كالجهه المسؤوله في هذا الجانب منعت بعض الالعاب اللي كان من ممارستها في دول اخرى اصبحت خطر على او شكلت نوع من الخطر حتى الجسماني. صحيح. أو الفعلي مم. على الأطفال المراهقين هيحصل حصل مرة ثانية وهذا لما الآباء يأخذون عيالهم ويشتروا لهم هل أو يقول للولد أو البنت يبعطني فلوس كارد بشتريها أونلاين صحيح. صح وانت بنفسك رحت خذيت وشريت هالشيء اونلاين دون ما انك يعني تبذل نوع من العنايه في انك تعرف اللي قاعد تشتري حق ولدك او بنتك صحيح. هذه المشكله مم. فهمتني خل أعطيك مثال صحيح. في الجرائم الالكترونيه في احدى التقارير مم. قالوا ان الاولاد اللي كسروا قواعد السلوك في البيت يعني الاباء اللي حطوا قواعد حق عيالهم لا تسوي كذي ولا تسوي كذي. إيه الاطفال اللي كسروا هالقواعد بغض النظر صح او غلط هم الاكثر عرضه للجرائم الالكترونيه. مم. اللي خرقوا قواعد البيت هم اكثر في بعض الاباء من وراء هالشغله مثلا تعرضت بطاقاتهم الائتمانية مم. إلى السرخ. إلى السرقة وغيرها فشوف شو موضوع السلوك هذا ارتبط بضرر وقع على الأسرة صحيح. هذه تقارير يعني إحنا اطلعنا عليها طبعا معالجة هذه الظاهرة ما تحتاج إلى شخص تكنولوجي تحتاج إلى شخص اجتماعي متخصص في هذا الموضوع يفهم الجوانب التكنولوجية ويقدر يعني يضع الدراسة الصحيحة في هذا يعني مو محتاجنا إحنا كفنيين محتاجين خبير بالاجتماع أو خبراء اجتماعيين يفهمون الجوانب التكنولوجية والحالة النفسية للطفل والأسرة وكيفية التواصل فيما بينهم المهندس قصي شطي مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات كل شكر لك وعلى هذه المعلومات اللي أنت أكيد ذكرتها اليوم مهمة للمشاهد بحيث أننا فعلا نقلل من نسبة الخطورة في عالم التكنولوجيا انا شاكر لكم على استضافتكم واهتمامكم بهالموضوع وبهذه الظواهر مم. والله يبعدنا عنها ويقي كل الاسر عنها ويحمي اطفالنا مم. وابنائنا اللي هم ثروتنا وشبابنا يعني اللي هم ثروه هالبلد وشاكر لكم على استضافتكم الكريمه. مشاهدينا اذا التوعيه هي اساس بناء الثقافه لعيالكم ارجوكم وهذا رجاء شخصي مني بان خلكم مع عيالكم تابعوهم اول باول ناقشوهم بالالعاب مثل ما ذكر اليوم ضيفنا لا تتركونهم في عزله وفي غرفته الخاصه ويلعب هذه الالعاب وبعدها للاسف يعني اذا فات الفوت ما ينفع الصوت فرجاء أن خلكم مع عيالكم كاصدقاء وكاباء ان احتاج الامر والرقابه مهمه الى ان يصل لمرحله ممكن يقيم الصح من الغلط فاصل وراجع ان شاء الله كل من سمع الأغنية بهذه الفقرة يظن بأنها هي ممكن تكون فقرة رياضية لكن فعليا هذه الأغنية ترجع ضيفنا إلى الحنين في زمن الجميل زمن الطيبين في الكويت ضيفنا من فلسطين الشقيقة كان متواجد بالكويت قبل التسعينات وعايش فيها مراحل مختلفة طفولته ويعني أمور وتفاصيل راح نتعرف عليها من خلال هذه الفقرة مع ضيفنا عمار الهندي حياك الله الله حي أصلك وشاكر لكم على هاي الدعوة يا. وأنا مواليد الكويت يعني فكرت كثير يعني مش بس تراجعت ودرست لكن من مواليد دولة الكويت حياك الله وبعدها أكيد راح نتكلم عن نقلتك من بعد الكويت وسبب عودتك وحرصك بأنك دائما تكون موجود بالكويت مع مشاهدينا لكن الإعداد مجهزين لك فيديو راح نشوفه مع بعض وراح نرجع بعدها أكيد

شفنا معكم مشاهدين شعور ولا أروع من أخواننا الفلسطينيين في كندا ويرددون أغاني الكويت والنشيد الوطني الكويتي وما في أجمل من هذا التواصل بين كأخوة وعرب وهذا الحنين للكويت هذه الأرض الطيبة أكيد لقدمة الكثير لكل مقيم ومواطن على هذه الأرض الطيبة لكن يعني أمار في البدايه ابو احمد انت تكلم عن اغنيه هيدو اشتغلت الاغنيه وانا شفتك ان انت معها معاها ب... بعالمك الخاص فكلمنا عن ذكرياتك مع هذه الاغنيه اغنيه هيدو اول شيء الكل يتذكر سنه 1982 وصول دوله الكويت الى نهائيات مونديال كاس العالم في اسبانيا مم. وطبعا كان إياهم مدرب الكويت كارلوس البرتو بريرا ولاعبي الكويت اذكر لك اياهم من حارس المرمى احمد خضر الطربلسي وعبد الله معيوف وسعد الحوطي ونعيم سعد وناصر الغانم ومحمود فليطح وعبد العزيز العنبري مويد الحداد فتحي كميل بس جاسم بس يعقوب بس ومجموعه وليد الجاسم ومجموعه من هؤلاء اللاعبين اللي مستحيل يعني اقدر انساهم وانا من مشجعين بما انه دخلنا بالرياضه مشجعين نادي القادسيه و والكويت وصلت وكانت هاي الأغنية هيدو هيدو أور كامل هيدو هيدو أحلى كامل وشوفوا الملاعب تارسينها جمال كانت عنادا في, في كانت مباراة الكويت مع نيوزيلندا <applause> ومزعوا الصور لجمال الجمهور النيوزلندي أذكرها يعني أذكر القصة <applause> فحتى اصر الله يرحمه الشيخ فهد الاحمد لما وصلنا يعني وصلنا لاني حاسس من الكويت صحيح. صحيح. وصلنا كاس العالم في اسبانيا كانت الاجمال موجوده ف... فانت تتذكر هذه الاحداث ب... ب... بتفاصيل، لكن انا برجعك شويه وراء اكثر والحنين في طفولتك وذكرياتك في الكويت و تحديدا وشارع شرحبيل. كلمنا عن هذه الذكريات وشلون عشتها؟ النقرة اول منطقه انا ولدت فيه انا ولدت في مستشفى الصباح وكنا ساكنين في منطقه النقره وبالتحديد شارع شرحبيل مع دوار رابع العدويه خلف مطعم السياحه بجانب مستوصف حوالي الجنوبي درست في اول تعليمي في مدرسه خباب الارث في مد... الجابريه منطقه الجابريه ومن ثم مدرسه بيوب الانصاري بالخالديه أنهيت التعليم الثانوي في ثانويه العدليه في العدليه. ممتاز هذا بالنسبه طيب للتعليم. بعدها في قرار أن انت راح تنتقل من خلينا نقول الكويت الى ايطاليا تحديدا، خلينا نتكلم نعم. عن هذا القرار وش كثر كان صعب عليك في البدايه تفاصيل الحدث هذا. هو بحد ذاته القرارات السياسيه دائما بتكون صعبه واللي مم. بيدفع ثمنها الشعب. انا مواليد الكويت واضطرينا نطلع بعد الغزو لسبب مم. سياسي او لاخر. مم. لكن ان شاء الله ما قدر فعل ذهبت انا للاردن كانت مرحله انتقاليه كانت اشهر بسيطه مم. ومن ثم ذهبت الى ايطاليا مم. ولحد الان يعني ما بين ايطاليا والكويت والاردن مم. لكن 28 سنه من ال 91 طلعنا 21 سنه بالكويت و28 سنه حاليا بايطاليا لما طلعت من الكويت ورديت أه طلعت من الكويت ورجعت للكويت كنت غايب عنها تقريبا 19 سنه 19 سنه 19 سنه أول رجعت المف... اول ما شفت الكويت ونزلت المطار. اول ما رجعت يعني اول شيء اول ما فتحت باب الطياره كان الجو حامي أيه. فانبسطت على الحم يعني أيه. يعني قلت حم هالبلاد يعني اشتقنا له أيه. يعني بالفعل بكل معنى اشتقنا له إيه للاسف دخلنا اللي هو بيسموه جوا النفق ما كانت سلم على الطياره كانت نيتي اني انزل ونبوس ارض هالبلد هاي يعني بعد الغياب مم. هذا بتعرف احنا انولدنا هون ترعرعنا اول ما رحت رحت على طبعا على الفندق تركت الاغراض ورحت على النقره وين كنا ساكنين صحيح رجعت و... نفس المكان نفس ساكنين. المكان اللي انا انولدت فيه يعني وحتى بذكر طبلت على الباب فاللي جوا مين مين قلت له افتح انا يعني كنت ساكن هون وانولدت هون فبدي اشرب عندكم فنجان قهوه والله وما قصروا ودخلت وشربت فنجان قهوه وطلعت في البيت يعني انت دخلت البيت اللي انت كنت ساكن فيه قبل 19 سنه قبل لا وين قبل اكثر اكثر اه اكثر من 19 آه يعني فات يعني سبحان الله فكان شعور اخر طيب وطلعت طيب. على السطح وشفت العماره وما كانت لحد الان مهدوده بالرغم انه اللي حواليها كلهم كانوا مهدودين. سبحان الله. ف بس وانت قاعد تتكلم انا حاس في في يعني ذكريات قدام عينك والله دكري... المواقف اللي انت مريت فيها، طيب اشرح لنا بعض الذكريات اللي لا يمكن تنساها اليوم في الكويت وخاصه ان قالوا لي ان انت قدساوي. والله قد وحبيت و... وحبيتنا بالقادسيه من صغري وكنت الوالد كان يطلع يروح يحضر مباراه هو اخليه يطلع بديها بربع ساعه اخذ ونيت واطلع اروح احضر المباراه انا حلية. يعني هو يقعد من الصوب واقعد الثاني حلية. لانه بدي اياني ادرس وما بدي اياني احضر المباريات فهاي من المواقف وبعدين جاسم يعقوب بحمود لما اصيب افتتحوا له معرض لصوره مم. ودخلت وتصورت معه في صور معه والثنائي كان هو مع فيصل الدخيل صحيح. في نادي القادسيه يعني امتعونا امتعونا وهي كانت ما كان يعني الحين عندك تفتح الجزيره <applause> البيني سبورت عفوا او ابو ظبي عشان ما يقولوا من حال فتفتح بتشوف المباريات بدك اياها بالاول صح. ما كان عندنا هذا الكلام لكن طيب هذا آه يعني بالجانب خلينا با نادي القادسيه والرياضه لكن ذكريات المدرسه تذكر اصدقائك اللي كانوا معك يعني في بعض الذكريات اللي كان ياخذ صمونه الزيت والزعتر <applause> منك يسرقها منك على قولتهم في المدرسه يعني كلمنا عن هذه الاجواء اللي مريت فيها هاي لها قصه ثانيه تعرف كنا بالمتوسطه كانت الوالده تحضر لنا سندويشه الزيت والزعتر وناخذها معنا على المدرسه واثناء العطل او الفرصه والفسحه اللي هي ربع ساعه فاروح افتح ما لاقيش السندويشه بعدين قلت لهم تعالوا كانت طيبه, طيبة كانت <applause> زيت وزعتر عاد فما بعرف هل هو السبب انه احنا متفوقين دراسيا ولا شو القصه فما بلاقيهاش صحيح فقلت لهم تعالوا يا جماعه انتوا كم واحد اللي بياخذ السندويش هذول يعني الخبز هاي ثلاثه خلاص بكره من بكره بصير اجيب لكم بس ما تبقوا سندويشتي بدي افطر والله ف... كان درجاتك عاليه في ف... الفرسة. لا والله مش بزياده بس يعني <applause> إله مفعوله فصرت عم احسب حسابهم فصرنا بالفرصه خلاص اربعه هم ثلاثه وانا واحد مم. واذكر من اللي درست معهم طارق المنيس ما شفتهم بعديها عبد الله الزامل من بعد في الشيخ احمد منصور احمد الجابر الصباح قالوا لهم بعد صار منصب في الدوله الان يعني في كثير اسامي لو بدي اسردها ما م. ما بنهي وبعدين يعني انا عارف ايام من ضمن هذه الايام عندك قصه مع رئيس مجلس سيد مرزوق الغانم كلمنا عن هذه القصه وطبعا هذا كان من جديد هذا الموقف وانا بايطاليا لما هو يعني اثار او احيا فينا نوع من انواع خلينا نقول الضمير خلينا نحكي الفخر هاي كلمته او لما القى وقام بطرد الوفد البرلماني الصهيوني فانا كفلسطيني يعني حطيت أصريت اني اشكر هذا الشخص شخصيا انا يعني واشوف صورتك مع الان على آه الشاشه ما, <applause> ما انتبهت <applause> فاصريت اني اشوفه فكانت مباراه القادسيه والكويت فقلت خليني اروح احضرها وقطعت تيكت مقصوره وتارك قلت له للاستاذ ابو علي الاخ مرزوق السيد مرزوق الغانم قلت له انا تارك الكلاسيكو ميلانو ويوفنتوس وجاي اشوف الكلاسيك الكويت القادسيه والكويت برغم انه قدساوي وفازوا هم لكن دخلت غرفه الملابس مم. وكان عبد الله بو مدربهم مم. وكان في لي علاقه في بسيطه الاستاذ عبد الله المدرب كان الكويت فشكرته انا شخصيا و يعني على موقفه هذا القومي على موقف اللي احيا فينا كان شيء ميت مم. فاحيا وهذا ليس يعني مش بقليل بالنسبه لموقف من موقف دوله الكويت صحيح. باتجاه القضيه الفلسطينيه مم. احنا ما بنقدر ننكر نهائيا <applause> نهائيا، دورها في جميع المجالات الدعم القضية الفلسطينية، دعم الشعب الفلسطيني، يعني ارسال مساعدات وهذا أنا بفتخر فيه وبشكرهم بشكرهم بشكرهم على هذا الدعم وهي قصتي مع مرزوق الغانم وذكريات كثيرة أكيد وقصص راح نتكلم عنها لكن معنا من خلال الهاتف أم عمار من الأردن حياك الله أم عمار شو رايك تاخذ اتصال؟ نعم 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 عمار طبعا والدة أبو أحمد عمار الهندي، عمار استلم الاتصال و... السلام عليكم يا هلا فيك حياك الله عمار معك يما، احنا في تلفزيون الراي بالكويت أهلا ف... أهل وسهلا أي كل الكويت سامعينك وعارفين إنك مشتاقة للكويت فشو أهل عندك؟ والله شو عندك تحكي للكويت وأهل الكويت؟ آه أنا أحيي الكويت وأحيي أميرها وأحيي شعبها وأحيي ريحتها وأحيي ميتها ما ننساها آه والكويت ما ننساها بالقلب يعني صح بعيدين عنها ومشتاكين نشوفها مشتاكين نروح لبحرها ونرجع نشوف بيتنا اللي كنا عايشين فيه، مم. كانت عيشه حلوه والله يرحم كل اللي ماتوا، وبارك الله فيكم انتم الشعب الجديد، وما شاء الله عنكم ان شاء الله نشوفكم كريم. ان شاء الله يا رب يا رب تحياتي لشعب الكويت كله. صغير وكبير الله يسلمك، واحنا لكم كثير من الحب والتقدير. ام عمار كلمينا عن ذكرياتك بالكويت، شنو اكثر شيء اليوم تتذكرينه في الكويت وودك ان انت ترجعين وتشوفينه؟ والله انا اتذكر الكويت كنت اروح على الاحمدي، الفحاحين، الفنطاس، ابو حليفه، جزيره الشعار، مينا سعود، مينا عبد الله، السالمية الجهرة كنا نروح أماكن كثير نشم الهواء فيها ونتفسح فيها تحت شجرها ما ننساها لا تفكر إننا ننساها يعني والله. مستحيل واحنا اكيد ما ننساكم وبالقلب اكيد تفضلوا بالمناسبه يعني كل ما اجي على الكويت الوالد بقول لها شو اجيب لك بتقول لي علبه الحليب السيفتي اللي عليها الابراج اللي كانوا بالتموين <تصفيق> <تصفيق> هي ضحكت يجيب <applause> أي لك عمار أم عمار يجيب اللي تطلبينه <applause> مش كثير تسلم تسلم والله سمعت صوتكم الحلو بس نفسي إننا نرجع ونشوفكم الجميع ونراكم باذن الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب نشوفكم قريب وحي اميركم وحي شعبكم ومرت علينا ايام حلوه واحنا والحبايب والاصدقاء أه والحمد لله رب العالمين ان اصحاب كثير عندكم الحمد لله. اولاد العيسى كثير يعني ونفيس الفاروقي وهذولا كان الله يرحمه ابو عمار يشتغل عندهم وكلكم جماعه طيبين اهدي سلامة لكم صغيرا وكبيرا الله يسلمك ام عمار كل شيء كلك وان شاء الله قريب تزورين الكويت وتعيشين هذه الاجواء ابو أه احمد اشوفك يعني شعرت بكلمات الوالده ورجعت الى, الى شيء معين تذكرت موقف معين والله تذكرت انه يعني كان قبل ما يموت الوالد توفى الله يرحمه ويرحمه الله في المسلمين من ثلاث سنين كان نفسه انه يجي ويشوف الكويت يعني بتعرف ما نقدر ننسى يعني واحد عاش ولد اترعرع درس ما بتقدر مش من الصعب بالرغم اني كنت في ايطاليا يعني لما اقول لهم بالكويت يقولوا لي اقول لهم انتم مش عارفين شو اللي انا كنت فيه العز اللي احنا كنا فيه مم. المدارس يعني اللبس كانوا يعطوني اياه بالمدارس الاكل في المدرسه مم. لما كان الشوربه كنت احط بمخباتي الدكوس مم. بوديك أي. مخبين وعشان نروح يعني ايام ما بقدر تنساها المواصلات متوفره لما كنت اعايرهم بايطاليا يعني انه شوفوا احنا بالكويت كان عندنا هيك ما بيصدقوا يعني او انه كيف الخير اللي كنا فيه والله يديم الخير يا ربي فحتى لي اصدقاء كثير من دول الخليج يعني خليجيين من قطر <applause> من الامارات ومن السعوديه بيقولوا انت مالك دائما لما ينفتح موضوع الكويت بيقولوا يا عم انت لولا الكويت معلش تشتاق تشتاق الكويت من فتره واخرى في في ايطاليا اه طبعا مم. انا يعني الحمد لله كمان عندي اقامه بالكويت بروح وباجي آه يا اخي ما بقدر خلص مم. سبحان الله يعني آه خلينا نحكي الرئه تاعتنا مم. اللي بنتنفس فيها او ما بعرف خلص لي اصدقاء كثير بالكويت مم. يعني انا بحييهم وبشكرهم يعني ما بدي اذكر اسم عشان ما الثاني يزعل صحيح. لكن عندك من كل من كل الطوائف ومن كل خلينا نحكي الاجناس و سواء الجميع يعني واقرب صديق لك هو صالح دكتور محامين صالح نزي و... وعندك ديحاني مطيري وعندك دكتور يعني كلهم يعني زو محامين وما شاء الله كلهم خير وبركه ان شاء الله كلهم و... خير و... ابو احمد نورتنا وما يحتاج البلد بلدك والمكان مكانك وكلماتك الصادقه والوالده عسى الله ان شاء الله يحميكم ويحفظكم يا رب ونلقاك ان شاء الله في مناسبات ثانيه ان شاء الله شكرا لكم وشكرا لهذا التلفزيون اللي فرصه عن التعبير عما في قلبي واتمنى لكم التوفيق جميعا هذا دي اقل شيء ممكن قدمه لكل من يحب هذه الارض الطيبه الكويت ومستمرين معاكم مشاهدينا لكن بعد هذا الفاصل وفقره جامعيه اهلا ومرحبا مشاهدينا في الراي 10 لعشر 10 فقره خاصه بالطلبه. موضوعنا موضوعنا اليوم يتكلم عن طلبتنا في بريطانيا نفس الاسبوع اللي فات في تكمله عن مقاطعه القوائم الانتخابات اتحاد طلبات بريطانيا. اسباب مقاطعتها قالوها في الاسبوع اللي فات ان تغيير موعد الانتخابات. معانا اليوم محمد كندري من سر قائمه الرايه والعيال العبلاني نائب رئيس قائمه الرايه حياكم الله ويانا. الله يحييك. كما ذكرت الاسبوع اللي فات ان السبب الرئيسي لتغيير السبب الرئيسي لمقاطعه الانتخابات هو تغيير الوقت هو للأمانة السبب الرئيسي يعني كانت عدة أسباب منها تغيير يعني من اللي هو غير دستوري, تغيير الوقت دستوري إيه لكن مخالف مخالفات الدستورية <applause> اللي وقعت فيها الهيئة الإدارية الحالية يعني بالإعلان يعني إحنا حبينا ممكن الحين نضيف إضافة على 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 يعني على الإعلان اللي صار شفنا أعتقد الهيئة التنفيذية اللي ما كان يعني ما كان عندها رد عند هيئه تنفيذيه هذا السؤال بس الكيا اي أه... الهيئه التنفيذيه ما كان عندها رد لكن حصل في خطوه بنص هال خطوه غريبه لما انا بنص هال يعني المعمعة شنو هي أه... نزل اكونت الهيئه التنفيذيه الاتحاد طلبة الكويت الوطني بالهني نزلوا تويته تقول ان المقاعد الخاصه بفرع المملكه المتحده الهيئه الاداريه 11 مقعد ومقاعد وفد المؤتمر هم 10 مقاعد انزين أه لو بنيت الطريقه السليمه لزياده عدد مقاعد الهيئه الاداريه تكون عن طريق الجمعيه العموميه بمقترح يعني صحيح انا محمد الكندري كطالب في بريطانيا كنت عضو بالجمعيه العموميه اللي طافت واللي قبلها جميل شخصيا ما شفت اي اي مقترح من هالنوع داخل الجمعيه العموميه داخل الجمعيه العموميه ما حصل أه انزين انا حاليا قاعد وقاعد على الهيئه التنفيذيه مثلا عندي آآ للأمانة آآ ما بيقول دليل لكن في أعضاء من الهيئة الإدارية السابقة للاتحاد آآ قدموا آآ أعتقد كتاب رسمي للهيئة التنفيذية يطالبون بتوضيح بخصوص التغريدة اللي نزلت بزيادة عدد المقاعد لأن كونهم أعضاء هيئة إدارية سابقة همهم ما لقوا مقترح ولا سمعوا بمقترح بزيادة عدد المقاعد أنا يعني هم أتحدى الهيئة التنفيذية بنكران هالموضوع. إذا داخل الجمعية العمومية ليش ما تم في رفض أو طرح صغة؟ أنا أقول لك إحنا للأمانة لو ندري أن التلاعب بيوصل لهالمرحلة من المراحل طبعاً منحهم <applause> للثقة ما راح يكون بمحله، لكن أنا مثل ما قلت لك ما حصل في مقترح للجمعية العمومية ولا إحنا ندري أن الهيئة التنفيذية يعني تتخذ هالإجراء هذا أن تزيد عدد المقاعد بدون وجود مقترح وين دستور الاتحاد؟ اذا قلنا احنا الهيئه الاداريه الحاليه اللي لفرع بريطانيا ضربت الدستور بعرض الحائط جت الهيئه التنفيذيه وكملت عليها شنو اسبابها هل هي منحازه لقائمة معينه ام هناك خارجيه الأمانة يعني اذا بنقعد نسولف هالسالفه احنا عدنا وزدنا فيها الحركه الطلابيه الكويتيه تعاني من سنين مثل هذه التلاعبات والعبث السبب خلينا نشوف الاشخاص اللي ماسكين الهيئه التنفيذيه هل لهم انحيازات حزبيه، ومصالح شخصيه او غيره؟ يعني زين في ليال انتوا عندكم اعتراض على تاريخ الانتخابات انه قد تم تجديمه في 2016 انتوا قبل الانتخابات باربعه ايام تم تغيير الفندق ولم يعارض اي احد من القوائم الاخرى، شنو السبب؟ عادل انا ما انكر انه تم تغيير الفندق قبلها بأربع ايام بس ابي اشرح لك ليش تم تغيير الفندق قبلها بأربع ايام. آه، وقتها كان رئيس الاتحاد آه، بقياده قائمه الرايه ضرار مراد آه، شاف ان عدد الطلبه المقيدين آه، ما يستوعب الفندق اللي احنا حاجزينه حق الانتخابات جميل. آه، فضرار مراد آه، تواصل مع الهيئه التنفيذيه وبلغهم بهالشيء وعطاهم اكثر من اوبشن واحد من الاوبشنز انه على الاقل يغيرون آه، الفندق آه، للاسف الهيئه التنفيذيه ما ردوا على علينا يعني على الهيئه الاداريه مع العلم ان لما بلغ الهيئه الاداريه بلغت الهيئه التنفيذيه قبلها ثلاثة اسابيع ما يقارب شهر. جميل. ما تم الرد علينا وتم تغيير الفندق من قبلهم قبلها باربعه ايام. ونزل يعني البيان م. نزل البيان من الاتحاد يعني يشرح الموضوع يبرر الموضوع. فضل. يعني انتم على كلامكم المشكله عندكم مع الهيئه التنفيذيه ان الهيئه التنفيذيه غير منحازه وغير حياديه، صحيح ولا مو صحيح؟ شنو الحل مع هالمشكله مع الحي... مشكله الهيئه التنفيذيه؟ احنا شفنا المشاكل هذه انا قلت لك توني من سنين تعاني منها الحركه الطلابيه ترى مو بس بالافرع الخارجيه حتى داخل بالكويت الجامعه والروابط وغيره. انا اشوف ان الحل حاليا احنا خلاص فقدنا ثقتنا بهذه المؤسسه. فقدنا ثقتنا في المؤسسة والدليل احنا قاطعنا الانتخابات هذه. اعتقد ان الحل لازم يكون تحت قبه عبد الله سالم، شلون؟, شلون؟ قانون؟ الحركه الطلابيه الكويتيه آه يعني من اعرق المؤسسات بالكويت، حتى اعرق من أكي. من من, من وايد جمعيات نفعام، والحركه صحيح. الطلابيه الكويتيه كان لها دور بتاسيس كيان الدوله. و... و... مخرجاتها راح تكون ومخرجاتها بطلع... شفناها اصلا موجوده كاعضاء مجلس الامه ووزراء وزراء وسياسيين ناشطين صحيح فأحنا... و... وش... تخيل هذه الحركه الجميله للامانه اللي فقدت بريقها باخر ثلاث عقود يعني ما في قانون ينظمها اعتقد صار لازم يكون في قانون ينظم الحركه الطلابيه الكويتيه لو بنجي نتكلم شنو فائده القانون شنو بيغير القانون يعني في ناس راح تقول ان في هيئه تنفيذيه تربط بين الافرع الخارجيه صحيح تنظم الامور يعني لو كانت هذه الهيئه التنفيذيه متحمله مسؤولياتها بشكل حقيقي ومؤمنه بالحركه الطلابيه الكويتيه ومؤمنه بالديمقراطيه على الاقل ومؤمنه بدستور دوله الكويت ما كان راح يصير اللي حصل خلصنا مو مؤمنين او ايفر شنو صار معاهم الحل مع الهيئه التنفيذيه قانون ممكن يشهر الهيئه التنفيذيه يعني احنا انت متخيل الهيئه التنفيذيه حتى امام القانون القانون ما يعتبرها حتى كجهه رسميه ولا يعتبرها جهه اصلا هذه المشكله ترجع حق اشهار الاتحاد اشهار الاتحاد والهيئه التنفيذيه طبعا من خلاله اتحاد طلبه الكويت الوطني القانون يكون في عده بنود منها اشهار الهيئه التنفيذيه الاشهار شو يفيدنا احنا لو الحين حصلت مشكله بين شخصين داخل الهيئه التنفيذيه او غيره وين منو اللي يروح يشتكي عند منو؟ يروح الطريقه اللي موجوده الحاليه يروح يشتكي عند الخصم نفسه وهذا آه. ما هو عدل. الاشهار راح يكفل له حق التقاضي امام القضاء الكويتي يعني القضاء الكويتي راح ينصفه بالتاكيد. هذه نقطه. النقطه الثانيه من شنو فائده هم القانون؟ يعني غير الاشهار وغير هذا اذا وقعت مشاكل، عندنا احنا رقابه ماليه، عندنا مبالغ ماليه تصرف على الطلبه تقدمها الدوله والشركات وغيره. يعني لو انا لو افترضنا جدلا يا واحد وخذاله 30 أربعين الف حطهم جيبه حلو؟ هذا لو نزاهه تنفيذيه اي لو افترضنا اي, اي اه والناس والله عرفت اللي يقدر يسوون اللي اللي اللي, 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 اللي الطلبه يقدرون يسوون اللي حفظ حقوقهم انهم يجون بالجمعيه العموميه والله ويطرحون الثقه بالتقرير المالي ولا غيره اطرحوا الثقه وبعدين لكن ما لم يتم اذا تم طرح الثقه هناك محاسبه محاسبه من وين؟ ما في محاسبه تنفيذيه ما من يحاسبها؟ هو امام القانون من يحاسبها؟ يعني تدري شو راح يصير؟ راح ينتهي الموضوع هني، تم طرح ثقه بتغيير المال، يلا سلام عليكم. هذا يمنع هذا يمنع خوض انتخابات السنه السنه القادمه حق القوائم القائمه بالضبط اي اي احد يشارك في هذا العبث يعني للامانه راح يسوي العمليه زياده. احنا كنا نخوض انتخابات ونشارك للاصلاح محاوله محاوله منا للاصلاح لكن حتى الحين حتى يعني اي بصيص للاصلاح هم يعني سكروا وفي حادث صارت ب 2011 ان انتم شككتوا احنا ب 2011 اه لا يعني لو بسرد لك السالفه احنا بالراي قلت لك مو اول مقاطعه الرايه موجوده من سنه 2011 والانتخابات اللي جت وقتها قاطعناها يعني لاسباب نفس الاسباب الحاليه كان لو متخيل كان التقييد للانتخابات بالبريد جلد. يعني كنا قاعدين يعني طالب يحط فلوسه وهذا ويوصل للهيئه الاداريه وفي حوادث للامانه عبث بالبريد والتقييد اللي حصل وعلى هالاساس قاطعت الراي الانتخابات تكررت هذه الاحداث بهذه السنه وهم اتخذنا نفس الموقف. زين ليال في 2013 هم قائمه المتحدون غيرت هم المحاسبين ولما انتم للحين يعني ب 2013 ما طرحتوا ثقة فيهم ليش؟ ما الثقة نفتقى عفوا في 2013 قامت المتحدون غيرت مكتب تدقيق المحاسبه بالجمعيه العموميه لم تطرحون ثقه بل وافقتم أه للامانه بالجمعيه العموميه حصلت وايد احداث بالبدايه واعتقد في ناس طرحت ثقه الامانه 2013 ب 2000 في 2013 في ناس رفعت ايدها طرح ثقه حلو أه الاجماع ولا ما 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 راح يكون في اجماع احنا هم شلون يديرون الـ الـ الجمعيات يعني الامميه هو هم 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 المشرف في الجمعيه الامميه اي والمشرف على الجمعيه الامميه منو الهيئه التنفيذيه نفسها يعني, يعني فيك القصامه وانت الخصم والحكم جميل زين انا سمعت ان انتم في 2016 اشهرتوا اتحاد بريطانيا تحت منظمه صح اي هذا في سنه 2016 اتحاد قياده قائمه الرايه اشهر فرع المملكه المتحده كمنظمه غير ربحيه تحت القانون البريطاني مع متعشف. العلم ان اتحادنا لمده اكثر من 30 سنه ما كان مشهر. صحيح. قائمه الرايه قيادتها الاتحاد بسنه واحده اشهرت. وهم للاتحاد. صار عليه بعد كلام على التدقيق المالي، المدققين الماليين في المنظمه هذه. فوايد الاشهار اي الاشهار فائدة رقابه ماليه على الميزانيات الاموال اللي تدش تطلع على الاتحاد. يعني كان في رقابه؟ في رقابه إحنا احنا وصلنا كلام اساسا ما كان في رقابه لا. ماليه، ما كان في تدقيق طبعاً قوي طبعا الاتحاد ل... ما كان غير كان غير مشر. جت الرايه واشهرت هذا الاتحاد كمنظمه غير ربحيه اعتقد إيه. أي. لكن يقولون ان السفاره ما اعترفت فيه اساسا وهناك ال... استياء كبير. الاستياء سفارة على عيننا وعلى راسنا لكن شنو اسباب الاستياء؟ للامانه ما وصلنا شيء رسمي ان هم مستائين او مم. او غيره وكسفاره ولا كغيره احنا اتحاد طلبه جينا غير مشهر غير معترف فينا امام الجهات الرسميه البريطانيه يت الهيئه الاداريه بقياده رئيس الهيئه الاداريه ضرار مراد نوجه له تحيه اشهرت هذا الاتحاد بسنه واحده ممتاز شنو فوائد الاشهار مثل ما قالت شنو زميلتي يصير في رقابه ماليه على ميزانيه الاموال قلت هالبوينت البوينت الثانيه مثلا صارت مشكله مع اي طالب او طالبه في بريطانيا والثالثه الاتحاد وقتها يقدر يعني يكون يعني يتواصل مع الجهات الرسميه في بريطانيا يحل هالمشكله سواء امام القضاء البريطاني او وات آه اي يعني يعني اعتقد ان الاشهار آه هذا حق من حقوق الطلبه اي بالضبط صحيح. آه هذا بالبدايه آه كون ان, إن الاتحاد اللي هم انتخبوك يقدر يدافع عنهم امام مشاكل الجامعات المشاكل تصيرهم حتى يعني بالشارع وغيره آه انتم منتخبين الاتحاد عشان يدافع عنكم بس لازم بس. يكون رسمي ما بعد المقاطعه شنو الحلول ما بعد المقاطعه الحين انتم شنو الاجراء الثاني إذا لم يتم يعني تعامل معكم في الانتخابات. اوكي، آه هو سبب وجودنا اليوم هنا معاكم. آه راح نوصل صوتنا ان شاء الله لكل الجهات المسؤولة. راح نروح مجلس الأمة وحق نواب مجلس الأمة، اللجنة التعليمية، واللجنة لجنة العرائض والشكاوي. نبي نوصل صوتنا حق وزارة التعليم العالي أيضاً. آه ما راح نسكت لهني. <applause> إذا إذا لم يتم حل المسألة، هل ستتم هناك مقاطعة؟ حاليا المقاطعه مستمره للانتخابات اذا ما في اي تعديل انا يعني حاب اكرر ندائي لرئيس الهيئه التنفيذيه الاخ فلاح سويري ونائب رئيس الهيئه التنفيذيه لشؤون الافرع الخارجيه مصعب الملا انا باخر لقاء قلت انت وينك عن العبث اللي حاصل؟ لكن انا عقبها حاليا صار اسبوع تقريبا اخر مره شفناك فيها اخوي حمد أه ما في اي رد انا انا يعني حاب اوجه رسالتي وراح اقول لك وحق اعضاء الهيئه التنفيذيه كافه حاليا اذا ما تم في وقف لهذا العبث هذه وصمه عار بتاريخكم بس لكن اللي انا سمعته اذا لم اذا لم يتم حل المقاطعه سيكون هناك تسكيه لقائمة المتحدون وتصير هني, هني 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 نجي لنقطه حاليا قاطعت الانتخابات وتم اقفال باب التقييد والترشيح على الهيئه التنفيذيه انها تقول شنو القوائم اللي سجلت؟ هل فعلا قائمه المتحدون سجلت؟ لو افترضنا سجلت منو المرشحين؟ ليش ما اعلنتوا عن المرشحين؟ مو لازم يصير في تزكيه واعلان جمعيه عموميه وغيره؟ ما في ما حصل لليوم غير هذا التقييد عدد المقيدين للامانه نرجع حق يعني فتره التقييد بعد اي اي يعني احنا فتره التقييد الأساسية التقييد كم؟ ثلاثة ايام وسبع ساعات هذه الاساسيه يعني الافضل وركب. يكون كم؟ مو الأفضل، الدستوري نص على خمسة أيام، أنا لو بقول لك الأفضل خلها 10 أيام، اتحاد الاتحاد قيادة الرياضة السنوية انتم السنة اللي فاتت في مدة تقييد أقل لا مو أقل، كانت أر كانت أعتقد يعني سليمة السنة الماضية ولو أن في طبعاً لازم يكون في تلاعب، هذا 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 اللي حابة أوصل يعني حق الناس الفكرة هذه ما في شيء سليم قاعد يتم سنوياً التلاعب يستمر ليش؟ خل الناس تشارك بالانتخابات، خل الطلبه يقيدون شنو شنو مشكلتك؟ اذا انت خايف على نفسك انتخابيا حق الطلبه هذا رساله حق الهيئه التنفيذيه الرسائل كثيره اعتقد من كافه الجموع الطلابيه سواء من داخل الكويت، بريطانيا، امريكا شفنا العبث اللي حاصل وطلبه امريكا يعني قالوا كلمتهم صجيه بالاشهر الماضيه الرسالة الأخيرة يعني للهيئة التنفيذية توني قلتها عليكم تحمل مسؤولياتكم وقف هذا العبث ممكن يعطي أمل للجموع الطلابية في بريطانيا أن فعلا في هيئة تنفيذية حيادية يعني آه على الأقل أي تحرك ما يصير أنت في عندك عبث حاصل في قوائم مقاطعة في ست استقالات من الهيئة الإدارية ليش في ست استقالات من الهيئة الإدارية؟ ما هذه مو نفس القائمة هناك إشكالية بالضبط في في خلل يعني المفروض ان الهيئه التنفيذيه تتعامل مع الموضوع لكن نشوف شنو رد الهيئه التنفيذيه في الايام القادمه ان شاء, شاء الله, كلمه خير ريال. آه كلمتي الأخيرة أحب أوجهها بالبداية حق الأخوان في الهيئة التنفيذية ومثلها آه رئيس ونائب رئيس لشؤون الأفرع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في بريطانيا وتحمل مسؤولياتهم آه كلمتي الأخيرة الثانية ودي أقولها حق كل طلبة وطلبات بريطانيا آه إحنا معاكم وهذا حق من حقوقكم أكيد. وما ينسكت عنه ليش قوام موجودة عشان دافع عن الطلبة قائمة الراية موجودة ونوعدكم أن قائمة الراية دائما ما زالت وراح تظل توصل كل صوت صوت كل طالب حر مستقل أكيد مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا شكرا أعضاء قائمة الراية شكرا قائمة الراية على السعي لأخذ حقوق الطلبة نروح فاصل ونرجع مع أخوي أحمد شكر للزميل حمد العريفان على هذه الفقرة الجامعية اللي من خلالها يحاكي الطلاب وهمومهم ومشاكلهم وابرز الحلول اللي اكيد يساهم في مستقبلهم الطلابي لكن يا وقت تقرير رياضي وتحديدا مع السيد حسين البلوشي والمتحف الرياضي نشوفها معاكم ونرجع بعدها حسين ما شاء الله تبارك الرحمن المتحف عجيب وأنا قاعد أفترق أشوف فيه مقتنيات عجيبة أتوقع خذ منك هذا الموضوع وقت طويل في إنك تجمع كله في مكان واحد. بالنسبة حق المتحف إذا كانت لي هواية ورغبة ما أحس بالوقت. يمكن إيه. قبل الغزو كان عندي مقتنيات وكان عندي كتب وشغلات قديمة راحت اندثرت وسرقت وبديت أعيدها من بداية من جديد. الوقت ما حسيت فيه بس اعلان احترافي كان سنه 2012 قلت خل اسوي نواة المتحف بديت ما كان بهالشكل هذا كان بشكل مصغر لقيت توافد كثير من الرياضيين نجوم المنتخب نجوم الشباب رياضيين قياديين هم يساعدوني جماهير رياضيه فحسيت أنه مع الوقت يعني يوميا قاعد توصل لي مقتنيات حتى وصلت المسامح حق برا الكويت اه اتحادات برا هي ايضا قاعده تساهم يعني امناء او اعضاء اتحادات فوجدت امام قدامي كنز كبير يعني مو بس بالمقتنيات صور قديمه رياضيه لحد الحين ما نشرت إيه؟ وثائق متابعات وثائق احصائيات هذه كلها قاعده اخزنها ومثل ما انت شايفه في اشياء موجوده بالكمبيوتر ما حد شافها. صحيح، قاعده اشوف هني في وايد اشياء حلوه واتوقع كل شغله موجوده لها قصه ولها حكايه. شنو اكثر شيء مقرب لك موجود هني بالمتحف؟ يوميا يعني امر على المتحف واركان واشوف القطع في قطع نادره مو موجود منها يعني لو راحت خلاص ما تتعوض وفي قطع لا يعني يبي له متابعه منها يمكن قطعتين او ثلاثه وفي منها اكثر وايد قطع تتعلق بتاريخ الكره الكويتيه أعتز فيها المتحف هنا والمكان هذا هل مسموح لاي شخص انه هو ويزور في ساعات مثلا ممكن ان الواحد يزور ويشوف المكان؟ الرياضيين والقياديين واي واحد يعني يعمل في المجال الرياضي سواء بالكويت او خارج الكويت هناك ايضا وفود وزيارات مفتوح لهم أرب... يعني باي وقت يحياهم بالنسبه حق الجماهير يتم التنسيق معي ولكن بالنسبه حق الاعلام او بالنسبه حق القيادين مفتوح باي لحظه وخصوصا حق رجال الاعلام طبعا الصحف والمرئي والتلفزيون والقنوات الرياضيه ممتاز كرمت في قاره اسيا كافضل صحفي رياضي كلمنا عن قصه هذه الجائزه هذه كانت سنة 98 تم تكريمي في ماليزيا كأحسن صحفي في قارة آسيا. طبعاً انقلوا الحدث كل الدول تقريباً سواء بالنقل أو لكن حزب نفسي وأنا كنت راد صار اتفاق ان عدم نشر الخبر في الكويت رغم اني كويتي لعد عشان لا يتم تكريمي من قبل الدولة. تلك اللحظة صممت. اني ان شاء الله اشد حيلي وان شاء الله يتم تكريمي في مناسبه اخرى اعمل انجاز للكويت. ان شاء الله راح يكون قريبا ان شاء الله لما اوصل الحلم اللي احقق الحلم الاكبر وبعدها ان شاء الله راح اعوض اللي طافني. نقدر نعرف شنو حلمك الاكبر؟ حلمي الاكبر ان الكويت تكون اكبر واجهه اعلاميه رياضيه في العالم مجد. والحمد لله تقريبا انا وضعت الحين الجذور لبنى الاولى مو شرط اني إن يعني انا اكمل يمكن ياتي من بعدي هذا لكن انا بوصل لمرحله آه، اني اخذ كل مقتنيات العالم كل الامور كلها اجيبها الكويت ممتاز حبك للرياضه وشغفك لكره القدم واضح ومبين استاذ حسين ابي كلمه منك لكل رياضي مبتدئ وكل شاب حاب انه هو يخوض هذه التجربه كلها بالنسبه حق تحقيق الحلم يبتدي من الصغر لا تستحي لا تخجل انا بديت المقتنيات من قطعه واحده ما خجلت اعلنت ان المتحف كان عندي شيء متواضع ما خجلت لما يجي رياضي الاول ويشوف المنطقه انها خاليه مش متحف لكن تشجعت ووقفت وتحديت وصبرت حتى ما وصلت عليه الحين بالعكس انا ما اخجل افتخر بالماضي افتخر شلون بديت من الصفر و يعني ارتاح نفسيا لما اشوف الاعلام وحتى مو بس بالكويت برا يجون يشوفوني يقولون يعني شنو هذا والحمد لله يعني فرحت كثيرا لما زارني اول مسؤول كان وزير الرياض العراقي زارني بكاس الخليج ايضا مدير العام الهيئه حمود فليطح وايضا هناك شخصيات مرت رياضيه مرت وشافت وعجبت و والحمد لله يعني هو اكبر متحف كروي إن شاء الله في العالم. وإن شاء الله يكون أكبر من هذا المكان وتحقق حلمك بأن تتوسع أكثر وتستقبل زوار أكثر عشان يشوفون جمال هذه المقتنيات الموجودة. الحين أنا أبيك تأخذني بجولة في هذا المكان وتوريني أفضل المقتنيات. اللي الدار دارك بعد هذا التقرير اللي شفناه معاكم مشاهدينا نهاية السنة قربت جهزوا أمنياتكم السنة الجديدة والله يكتب لكم الخير دائما في حياتكم يا رب نلقاكم على خير في أمان الله مع السلامة